كوكبنا اللي هو الكرة الأرضية في عليه عدد كتير كبير من الناس. هدول الناس عدد كتير كبير منهم عنده حشوات معدنية، وهي الحشوات المعدنية جماعة الخير نص بالنص زئبق. وبيعمل بحث بسيط عن الزئبق رح تشوفوا الأمور التالية. هلا اول شيء لازم تعرفوا انه احنا بنستخدم الحشوات المعدنيه من عام 1800 تقريبا، بس باخر 20 سنه لما بلش الجدل بين الناس، احد الاسباب الخفيه اللي كانت هو ظهور الحشوات التجميليه وموضوع التسويق لها، ولازم الناس تبدل حشواتهم المعدنيه، والحشوات المعدنيه ضاره، وكلياتها كانت امور مضخمه بشكل كتير كبير بسبب الماركتينج للحشوات التجميليه. لحتى نعرف اكثر، الامالجام تتكون من بودره وسائل. البودرة فيها فضة وقصدير ونحاس وزنك، وسائل هو الزئبق، نمزجهم مع بعضهم بنسبة 50-50، وطبعا بالتالي نص الحشوة زئبق مثل ما قلت لكم، وممكن يكون شوي أكتر يوصل حتى ل 60%. فتخيلوا قديش في عندكم زئبق موجود بفمكم، عن جد شي بخوف ما هيك. وزيادة على ذلك، الأملجام فيه خاصية فيزيائية كيميائية اسمها التآكل، بيصير شوي شوي بيروح منه طبقة صغيرة، وهي الطبقة اللي بتروح منه مع الوقت بتحرر الزئبق، وهذا الزئبق لوين بيروح يا حذركون؟ على الجهاز العصبي. الموضوع صار ضخم كتير ما هيك، صار بيخوف. خليكن معي لحتى نوصل للأخير لحتى تفهموا بالضبط شو عم يصير. مثلا في أحد الدراسات انعملت على أكثر من 1000 امرأة بأعمار تقريبا من 27 ل 50 سنة، وجدوا أنه ما في أي ارتباط بين أي مشكلة صحية، تخيلوا أي مشكلة صحية، ووجود حشوات أملجام عند هي الفئة. وفي كمان دراسة ضخمة عملت على عدد كتير كبير من المقالات، وجدت أنه هالمقالات اللي درست المواضيع اللي لها علاقة بالزئبق، اللي أثبتت أنه الزئبق فيه ضرر، كان فيها خلل هي المقالات. في دراسة وجدت أنه الزئبق عم تكون نسبته عالية عند أطباء الأسنان بشكل عام مثل ما قلت لكم، وعم تضل النسبة عالية تقريبا لمدة سنة كاملة من بعد مثلا إزالة عدة حشوات لمريض معين بدون ما يكون في وقاية. أما بالنسبة للمرضى، ففعلا وجدوا أنه هالنسبة كمان بترتفع عند المرضى اللي بيحطوا حشوة أملجام أو بيشيلوا حشوة أملجام أو حشوة معدنية، لكن هل الزيادة بتستمر لمدة 3 أسابيع؟ وبعد 3 أسابيع بيرجع الزئبق بجسم الإنسان لا حده الطبيعي. بهي المقالة اللي هي Systematic Review درسوا عدة مقالات عم تحكي عن خطر الأملجام ومقارنته مع الحشوات التجميلية. شافوا انه لحد الآن ما في دليل قوي على انه الأملجام بيأثر على الصحة، وبالتالي تبديل حشوات الأملجام وضع بدالة حشوات تجميلية بسبب هي الشائعات فقط غير ضروري. هي المقالة كمان Systematic Review درست عدد كتير كبير من المقالات عم تحكي عن خطر الأملجام، وجدت انه فعلا خطر الأملجام موجود بسبب هو التخلص من فضلات الأملجام. يعني اجانا مريض بدنا نفك له الحشوة، وين لازم نكب الأملجام؟ ما بصير نحطه مع الأوساخ العادية بسلة المهملات العادية، لازم يكون في كونتينرز خاص بالموضوع، ويكون في شركات مختصة تتخلص من فضلات الأملجام. هذا هو بصراحة السبب اللي عمل الجدل حول الأملجام والتلوث والأضرار الصحية اللي تتسبب بالأملجام. هي المقالة برأيي مميزة، مثل ما عم نشوفه بال2002 انعملت تقريبا بالوقت اللي ألمانيا والسويد منعوا الأملجام أو خلص أنه تخلصوا منه ما عاد يستعملوه بعياداتهم. وهون كانت الناس عم تطالب أنه طالما ألمانيا والسويد وأوروبا بلشت تتخلص من الأملجام، ليش ما نتخلص منه كمان بالولايات المتحدة؟ عمل دراسة على كتير مقالات وكتير أبحاث، ووجد فعلا حتى بهداك الوقت أنه ما كان في أدلة علمية قوية بتخلينا أنه إحنا نبتعد عن الأملجام، خاصة أنه حشوات الأملجام مثل ما عم يقولوا هي حشوة اقتصادية، وهي حشوة بتخدم كتير مرضى، وحشوة كخواص فيزيائية وخواص بالفم وحيوية أفضل من كتير حشوات موجودة، وأفضل تقريبا الحشوات الموجودة للأسنان الخلفية. وهون عم نشوف الصحة العالمية شو حاكي عن موضوع التعرض للأملجام، إنه في شروط لحتى يصير في تسمم، اللي هو نوع الأملجام، الجرعة اللي عم تكون عن طبيب الأسنان ما عم تتجاوز 1 ميكروغرام، بينما لحتى يصير في تسمم لازم توصل لل 300 ميكروغرام. تخيلوا قديش في فرق.
مثلا العمر تبع المريض، مثلا اكيد ما حيجينا طفل عمره 5 سنين او 6 سنين نحط له 10 حشوات املجم. duration of exposure، مثلا المريض بيدخل على العياده يا دوب بيتعرض للاملجم عباره عن نص ساعه كحد اقصى لحتى تخلص العياده. ونفس الشيء الراوت اوف اكسبوجر، هلا الانهيليشن اللي هو الاستنشاق هو اللي بيتعرض له المريض، يعتبر من الطرق الخطيره، لكن مثل ما قلت له كميات لا تذكر نسبه للنسب اللي محطوطه من منظمه الصحه العالميه لحتى يصير فيه تسمم بالاملجم. طبعا وفي كتير مقالات حكيت عن الموضوع مع وضد، كلها الاهم حطيت لكم اياها بالوصف، وانتم فيكم تبحثوا عن الموضوع مثل ما انا بحثت عنه كمان. هلا خلينا نحكي هيك عن الزئبق بشكل عقلاني وحيادي هيك وانصاف. يعني الزئبق موجود بشكل طبيعي بجسم الانسان، وهو بالطبيعه موجود بثلاث اشكال، ميتاليك واورجانيك وان اورجانيك. هلا النوع المعدني الميتاليك هو اللي بيتبخر، هو اللي بنستخدمه نحن بالعياده، بيتبخر وبيدخل بالتنفس، وهذا التبخر هذا بيكون قادر على انه هو يدخل على الجهاز العصبي. انت كمريض ما عليك ضرر، لاني انت حتخلص حشوتك من هون، تطلب اوبر او كريم وتقول يلا تروح على بيتك. المشكلة بالعيادة عند الطبيب، الفريق اللي موجود بالعيادة، هون هو الضرر اذا ما كان عم ينشغل الاملجم او الحشوة المعدنية حسب البروتوكولات اللي موجودة. دراسات لما عم تنعمل على الناس ما عم يقدروا يعرفوا يا ترى الزئبق اللي موجود بالجسم هل بسبب وجبة سمك دسمة أكل المريض خلال الأسبوع أو الأسبوعين الماضيين. هلأ الحالات اللي نحكي عنها هي عبارة عن حالات فردية، يعني إنه حالة معينة بعيادة صار فيها مشكلة، شالوا لها حشوات الأملجم، تراجعت الأعراض، تمام؟ لأن بتعرفوا في عدة رياكشنز أو ردة فعل بتصير بالجسم تجاه أي جسم بنحط فيه، وأهم هو موضوع الحساسية اللي بالأملجم نسبته تقريباً 1 على 2500، يعني كل 2500 شخص واحد ممكن يتحسس من الأملجم وتظهر عنده الأعراض. طبعاً وفي كتير مقالات حكيت عن الموضوع مع وضد، كلها الأهم حطيت لكم إياها بالوصف، وأنتم فيكم تبحثوا عن الموضوع مثل ما أنا بحثت عنه كمان. هلأ بنجي على الرأي الأصح اللي هو المضاد لأضرار الأملجام، وليش هذا الرأي أخذوا فيه أكبر الدول في العالم منها أمريكا وكندا. أولاً الأدلة الموجودة لحد الآن من أضرار استخدام الزئبق في حشوة الأسنان غير كافية. ثانياً ما في ولا دليل علمي دقيق بيثبت كميات الزئبق اللي موجودة بالجسم بسبب الحشوات. ثالثا واللي هي الأهم برأيي، إنه مصدر الزئبق مثل ما قلت لكم اللي موجود عند الناس بكمية أعلى من غيرهم ما عم يقدروا يعرفوا شو سببه، يا ترى من الحشوة المعدنية ولا من مثلا مريض بياكل سمك كتير. الأبحاث اللي انعملت ضد الأملجم كان فيها خلل بحثي، وانسحبت الثقة من كتير من هاي الأبحاث. وبعد كل هالدراسات والأبحاث اللي حكيت لكم عنها عم نشوف هون CDA position اللي هي Canadian Dental Association، التصريح تبعها أو التعليق تبعها على موضوع الأملجم، ومثل ما عم تشوفوا تحت على اليسار عنا من 2005 طالع هذا الستيتمنت، ورجعت عملت عليه تحديث بالعام 2021 يعني السنة الماضية. بس عم تقول طبعا أهم شيء لازم تكون الحشوات آمنة، لأكدنا المريض وكل منا الطبيب. وعم تقول بنفس الوقت انه حشوات الاملجم مفيده للطرفين، للمريض لحتى ياخذ علاج مرتب وللطبيب لحتى يقدر يقدم حلول للمريض. وعم تقول انه الحشوات المعدنيه تعتبر الحل الامثل للمرضى اللي عندهم نسبه نخور عاليه، عندهم هاي ريسك اوف توث ديكي، يعني المرضى اللي عندهم هذه المشكله بيكون حشوات التجميليه عندهم صرف فلوس على الفاضي، لاني بيكونوا خاصه على الاسنان الخلفيه لاني بيكون عمرها اقصر. وبنفس الوقت قالت علقت على موضوع تبديل الحشوات المعدنية بالحشوات التجميلية هو شيء غير ضروري، وإذا طلب المريض هذا الشيء لازم على الطبيب إنه يشرح له. يعني مثلا بكندا إذا أنت دفعت المريض إنه هو يبدل حشواته واكتشف المريض إنه أنت قلت له هذا الشيء لسبب مادي بيقدر يشتكي عليك. هلأ هيك بيكونوا سمعتوا القصة كلها يا أصدقائي، وبتوقع الصورة صارت واضحة. أنا ما حطيت رأيي بالموضوع أبدا بهذا الفيديو، جبت لكم الأبحاث هدول شو عم يحكوا وهدول شو عم يحكوا. وبالنسبة لي أنا شخص علمي بحب اتبع الأبحاث والمقالات والتوصيات والجايدلاينز اللي موجودة من النقابات الطبية بشكل عام. فالفكرة أنه بدي أكون دائما أي معلومة تشوفوها تبحثوا،
إذا شفتوا مثلا شي فيديو أو بوست عم يحكي عن حالة شخصية مهما كانت، أنا يا جماعة بحترم هذا الرأي للطبيب المعين اللي صار معه حالة معينة، لكن إحنا ما بناخد بالتجارب الشخصية، ما بناخد بحالة واحدة، منجيب 1000 حالة 2000 حالة 100 مقالة 200 مقالة مندرسهم ومنشوف نتائجهم على أساسهم ناخد التوصيات والمقترحات اللي نحنا بنشتغلها بعياداتنا منطبقها على المرضى. وفي شغلة مهمة كتير لازم لكم إياها، إنه أنتوا إذا عندكم مشكلة بالعلماء وبالأطباء وبالأبحاث بنصحكم ما تروحوا ولا على مشفى ولا على طبيب، وعملوا خلطات هدول تبعوتوا اليوتيوب بالبيت وعملوا الطب لحالكم بالبيت وخلصنا، لأن كل شيء نحن بنشتغله على المرضى بالمستشفيات بالعيادات وصفات الطبية الأدوية كلياتها ما فيها شيء 100%، كلياتها مبنية على أبحاث، وهي الأبحاث فيها نسبة خطأ، تكون عبارة عن نظريات بالبداية نعمل عليها أبحاث كتير وشوي شوي منثق بالإجراء ومنبلش نطبقه على المرضى، لكن لا يوجد ولا إجراء طبي نهائيا من وقت ما طلعت البشرية لهلا مضمون 100% بيعطي نتائج 100%، وما في ولا إجراء ما فيه آثار جانبية، لكن نحنا ما بصير نجي نمسك هي الآثار الجانبية ونضخمها ونعملها قصة تمام مشان نحكي فيها، ومثل ما شفتوا بالفيديو لأسباب كتير كتيرة ما لعلاقة بصحتكم، العلاقة بتسويق وبتجارة وببعض الأفكار وبعض الناس اللي حابة تظهر وتثير الجدل قدام العالم وتنشهر على حساب جهل بعض الناس بالأمور العلمية. سامحوني طولت عليكم، إذا عجبكم هذا الفيديو حطوا لايك وعملوا له شير، خلي الناس تستفيد أكثر وينتشر العلم بين الناس، وإذا عندكم آراء ممكن أشوفها وبنبسط لما أشوفها بالتعليقات، وانتظروني بالفيديو القادم، ولا تنسوا تشتركوا بقناتي وتشوفوا الفيديوهات الماضية. كان معكم دكتور محمد صادقلي، أشوفكم على خير، سلام.